مشاهدينا، والوقوف أكثر على تدهور المؤسسات الصحية في محافظة نينوى، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن أخصائي طب الطوارئ الدكتور عرفان يونس الشمري. مرحبا بكم دكتور. تحياتي لك أخي الكريم والجميع المشاهدين الكرام. حياكم الله دكتور. بعد مرور نحو 6 سنوات على استعادة الموصل وانتهاء العمليات العسكرية، لا تزال محافظة نينوى تعاني من أمراض تفتك بسكان هذه المدينة المنكوبة. ما الأسباب التي جعلت هذه الأمراض تنتشر في المحافظة عموما وبالموصل بصورة أخص؟ قبل البدء في إجابة سؤالك الكريم هذا، علينا أن نعرف ما معنى الصحة. يعني كلمة صح يجب تعريفها. تعريفها هي التكامل البدني والعقلي والاجتماعي، ليس فقط انعدام وجود المرض. يعني يجب أن يتكامل كل هاي الأمور في الشخص حتى نقول أنه هذا الشخص عنده صحة، وهاي الصحة مستمرة وما عنده أي مشاكل. برلين، موسكو، ناكازاكي، هيروشيما تعرضوا إلى دمار شامل، لكن استعادة حكوماتهم بناء البنى التحتية للبشر لأبنائهم، بالإضافة إلى بناء نفسية الشخص وبناء يعني الحد من وجود الأمراض. في الموصل بعد العمليات العسكرية افتقدت إلى كل مقومات التكامل البدني، واللي يحتاج إلى التغذية الجيدة، الماء النظيف، صحة الأم والطفل وإدامتها، التلقيحات، السيطرة على الأمراض السارية والمعدية، توفير الأدوية الأساسية. هذه كلها انعدمت بعد العمليات العسكرية، على الرغم من عدم وجود أي بناء جديد ما بعد الاحتلال، إلا أنه قبل العملية العسكرية في الموصل كانت أو نينوى تحتوي على يعني بصورة عامة 4000 سرير. نعم. يوفر العناية الطبية لكل مرضى الموصل، لكل مرضى نينوى، واللي كانت على الرغم من عدم توفير، يعني كانوا يستخدمون مستشفيات الـ 1990 التسعينات، كانت تعتبر نينوى ثاني مدينه في العراق من حيث الخدمات الطبيه. طيب. كانت بها مؤسسات يشار لها بالبيان. بعد العمليات العسكريه، وهذا يعني هذا حقيقه يعني شيء جدا مخجل، تم تاهيل 600 سرير فقط لكل نينوى. يعني من 4000 سرير تم تاهيل 600 سرير فقط لكل هذه المحافظة. نعم، عفوا دكتور، هنا تتكلم عن 4000 سرير ولم تكن هناك عمليات عسكرية أو قصف مستمر أو تدمير البنى التحتية، فبالتالي العدد المطلوب من أجل إسعاف ما موجود أو ما يتوقع من أمراض وحالات إنسانية يفوق هذا العدد الأصلي. بالتأكيد. وبعد 2017 صعد عدد الأسرة اللي تؤدي أو اللي تقدم الخدمات إلى 2500، أي لم يصل هذا العدد إلى العدد الأصلي أو العدد الكلي واللي هو 4000 سرير. الدمار اللي حصل بالمؤسسات الصحية في كل محافظة نينوى كان بنسبة أكثر من 75% من التدمير، وإلى الآن الموصل تمتلك فقط 9 مؤسسات صحية تعمل، وهنالك 5 مستشفيات في قيد الإنشاء، نأمل أن هذه المستشفيات طيب. يتم إنشائها. إذن دكتور، الجانب الأول ربما تقول البنى التحتية، المؤسسات الصحية لم تتأهل بالطريقة الصحيحة. هناك سؤال يعني يطرح، أنه هل استخدام الاحتلال الأمريكي الفسفور الأبيض وكذلك الأسلحة المحرمة دوليا ساهم بانتشار أنواع معينة من الأمراض والأوبئة؟ شوف أخي العزيز، أي استخدام طبعا يعني خلينا نقول خليني أعطيك حقيقة، هاي الحقيقة تاريخية. منظمة اليونسكو بسبب وجود العراق وبسبب ما يحتوي العراق من حضارات من زمان حرمت إطلاق أي طلقة داخل البلد. يعني إطلاق أي طلقة داخل العراق حرمت، لأن هذا العراق يحتوي على الكثير من المعالم الحضارية والتاريخية. أي عملية عسكرية، أي عملية تفجير، استخدام أي عتاد، بما كان العتاد العادي أو العتاد اليورانيوم المنظم أو الفسفوري، يؤدي إلى مضاعفات ويؤدي إلى تشوهات خلقية
ما بعد هذا يعني ما بعد استخدامه. طيب. وشفنا بالتسعينات اثناء فتره الحصار كنا نشوف مرضى يجونا من كل محافظات العراق يعانون من تشوهات خلقيه. نعم. في بغداد، وكنا نحير في علاجهم بسبب الحصار وما كان وكنا نعاني من عنده. الغرض من كلامي انه استخدمت اسلحه محرمه دوليا في مدينه الموصل. هذه الاسلحه ستترك اثارا جانبيه على مدى اكثر من 50 سنه. يعني طيب. هذه الاثار الجانبيه لن يتم محيها الا بعد بمرور الوقت وبوجود يعني مؤسسات صحيه متكامله. هنا نتحدث عن اسلحه محرمه دوليا، ولكن منظمه اطباء بلا حدود تقول 40% من المرضى في الموصل يعانون من عدوى مقاومة الأمراض أو الأدوية بسبب إفراط الأطباء في صرف المضادات الحيوية. السؤال هنا، هل هناك بروتوكولات ربما استخدمت بطريقة خاطئة أدت إلى مقاومة المريض للمضادات الحيوية، أم ربما وجود الجثث غير المنتشرة أو المنتشلة من داخل المناطق في الموصل أدت إلى وجود أنواع أخرى بكتيريا ربما غير مكتشفة؟ الاحتمال الثاني هذا واحد من الأمور اللي نتكلم عنها، أنه لا زال هنالك جثث متفسخة لم تخرج إلى العيان ولم يتم استكشافها. هذه أيضا واحد من يعني أحد العوامل التي تؤدي إلى حصول أمراض انتقالية، وهذا شيء معروف. لكن هنالك مصطلح او ما يسمى احنا نسميه انتيبايوتكس ستيوردشيب يعني بالمصطلح الانجليزي، ويسموه المصطلح الاشراف على المضادات الحيويه. هذا المصطلح نستخدمه احنا هنا في بريطانيا، يحدد من استخدام المضادات الحيويه، يحدد من 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 توزيعها بشكل مفرط، يمنع انه المريض انه يروح الى صيدليه ياخذ دواء بدون وصفه طبيه، ويحاسب الطبيب اذا صرف اي مضاد حيوي في غير مكانه. يجب ان تكون هنالك الجرعه الصحيحه، يجب ان يكون هنالك الوقت الصحيح لاستخدام هذا المرض المضاد الحيوي، ويجب ان تكون هنالك الفتره اللازمه لاستخدام المضادات الحيويه. هذه مع الأسف بالعراق معدومة. ليش؟ لأنه المضاد الحيوي الاستخدام المفرط منتشر في يعني في العراق بشكل ملحوظ، وطبعا هذا موجود في بعض دول العالم أيضا مو بس بالعراق، لكن في العراق أكثر شيء. الصيدلي المريض يروح للصيدلي يقول له أنا عندي زكام، ينطيه فلو أوت وينطيه مضاد حيوي. هذه يعني سببها انعدام الرقابة ما لا توجد هنالك رقابة في وزارة الصحة تحدد من استخدام المضاد الحيوي بالنسبة. ولكن دكتور ربما في مدن العراق كلها توجد هذه الحالة أن توصف المضادات الحيوي من الصيدليات أو الصيدلي يشرف عليها. بالموصل بالتحديد المقاومة المضادات الحيوية، هل هناك خصوصية لما بعد العمليات العسكرية ربما؟ مثل ما قلت لك الاحتمال الثاني اللي قلت لك عليه اللي هو أنه وجود الجثث، عدم بناء بنى تحتية صحية حقيقية، زيادة عدد الأمراض. احنا شفنا في مرضى كوفيد، من صارت كوفيد بالموصل صارت كارثة. زين، هذه ليش؟ لأنه ما عندك نظام صحي متكامل يحاول أن يدفع باتجاه علاج ضد الأمراض. نعم دكتور، إضافة إلى ضعف المناعة وعدم وجود يعني اهتمام بالغذاء والماء وغيرها. من لندن أخصائي الطب الطوارئ الدكتور عرفان يونس الشماري، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.